منك انتصارا مجدك لقدام ومجادك ورا. في هذا اللقاء الشيخ تركي بن فيصل الرشيد مساك الله. يا هلا وسهلا ومرحبا معنا. نبارك لكم في هذا الإنجاز لابن عذبي الشمري، وهذا الإنجاز اللي في النهاية إنجاز وطني. أول شيء نبارك لعذبي وعائلته خاصة وقبيلة شمر عامة والسعودية كلها والسعوديين كافة حقيقة على اللي يحتصل عليه عذبي. كون أنه عذبي يحتصل على هالمنصب هذا شيء عظيم، وكونه حيقابل الرئيس المنتخب الجديد. وأحب أطرح فكرة لمحطة المختلف أنهم يحطون استبيان، وشو السؤال الذي تحب تطرحه على رئيس الولايات المتحدة الجديد؟ فأطرح سؤالك للمختلف، وأتمنى أنه يأخذها عذبي يراجعها ويشوف ما هو السؤال المناسب علشان يطرحه باسم المملكة لرئيس الولايات المتحدة الجديد إن شاء الله. كلمة أخيرة طال عمرك، أتمنى لكم التوفيق، وأتمنى من جميع الشباب اللي يشوفون هالبرنامج أنه نعم النجاح ممكن، ولكن النجاح لا يمكن يكون بالتمني. الإنسان الناجح يجب أن يحقق أهدافه، يفكر ويفكر ثم يفكر وش أهدافه، ويأخذ وقته بالتفكير وبعدين يحددها. عذبي هو قدوة للشباب اللي راحوا لأمريكا ونجحوا فيها. النجاح مو صعب، النجاح يحتاج تخطيط ومثابرة. شكرا لكم. شكرا.